اهلا بيكم طلبة وطلبات الصف الثالث الاعدادي، هنحل مع بعض اختبار محافظة القاهرة. الاختبار سهل جدا وجميل. يلا هنقرأ مع بعض اول سؤال اللي هو الدايالوج. ايمن هو كانت بريث ويل از ات ذا دكتورز. واتس رونج وذ يو؟ الدكتور قال له واتس رونج وذ يو، ايه من المشكلة معاك او مالك؟ طبعا هو كاتب لي فوق ايمن وكانت بريث ويل، ايمن مش قادر ياخد نفسه، وكاتب لي المشكله فوق. يبقى ايمن رد عليه قال له اي كانت بريث ويل، مش قادر اخد نفسي. قال له يس اي ام ا هيفي سموكر، ايوه انا مدخن شرس او بدخن بشده. يبقى هو قال له انت مدخن، ار يو ا سموكر، هل انت مدخن؟ بعد كده قال له I can't stop smoking، يبقى هو قال له فوق لازم تتوقف عن التدخين، يبقى you must stop smoking. قال له بس أنا مش قادر، what should I do، أعمل إيه؟ قال له you should take this medicine، هتاخد الدواء ده. سأله سؤال قال له 2 weeks، 2 weeks ديت مدة، والسؤال عن المدة ب how long، يبقى how long should I take this medicine، يبقى أقدر أخد الدواء قد إيه؟ قال له 2 weeks، قال له okay thank you، قال له خلاص ماشي شكرا ليك. ده سؤال الدايالوج. تعال نشوف سؤال التكملة. When I was a student at a university، أول واحدة university، I wanted to do something about plastic rubbish. I wanted to do، أنا خدوا بالكم عندي did وعندي do، هاخد do لأن عندي to هتيجي بعدها الانفينيتيف. I found a way of making all the bags into long threads. جات لي طريقة أحول بيها الشنط القديمة البلاستيكية القديمة لعبارة عن زي قماش كده، ما ايه خيط which I could make into fabric، خيط وهحول الخيط دوت لقماش fabric. then I use the fabric to make، بعد كده هستخدم الفابريك القماش ده to make a colorful bags، أكياس ايه ملونة، chairs and small carpets. يبقى university do threads colorful. تعال نشوف الباسج بتتكلم عن الكاتس، ودي طبعا الباسج دي القطعه ديت موجوده عند الصف السادس من الدروس الجميله جدا اللي هي القطط في مصر القديمه والقطط دلوقتي وليه الناس بتحب القطط. cats are popular pets around the world، cats are related to lions and tigers، طبعا القطط مشهوره حول العالم وهي تنتمي لفصيله الاسود والاي والنمور. they are known for soft fur، معروفة طبعا بالفرو بتاعها الجميل الناعم. cats have been kept as pets for thousands of years and have become an important part of many households، طبعا معروفة من زمان من قديم الأزل من أيام الفراعنة إن هم كانوا بيحبوا القطط وبيربوها. cats come in many different sizes and colors، طبعا هي لها أحجام وألوان كتيرة. they are able to jump to 6 times their body length، يقدروا ينطوا كتير او حوالي 6 مرات. they are also known for hunting abilities as they can catch mice birds and other animals with ease، يقدروا بسهولة جدا يصطادوا الفئران والطيور وحيوانات تانية. one of the benefits of owning cats is that it doesn't require regular walks like dogs which need special care and sometimes they are dangerous، من مميزات تربية القطط عن الكلاب ان هم مش محتاجين ان انا كل شوية امشيهم زي الكلاب، وان هي مش خطيرة زي الكلاب. الله يكاد كان كير اباوت ذيم سيلف، القطة تقدر تهتم بنفسها باي كيبينج كلين، تحافظ على نظافتها. however cats don't need to be fed given fresh water and provided with clean a little box، تتحط في صندوق صغير. they weigh from 5 to 20 kilos and live for 12 to 16 years، بتعيش من مدة 12 ل 16 سنة. cats are beloved pets and comfort their owners، ومريحة جدا لمالكيها. they have a special way of brightening up our life، وعندها قدرة ان هي تخلي الحياة بتاعتنا جميلة. according to the passage cats are source of happiness to their owners، قلنا هي مصدر سعادة لمالكيها. it's very for cats to catch mice، طبعا easy جدا ان القطة تقدر تصطاد الايه الفار easy. the underlined pronoun they refers to dogs، هنا عايدة على الدوجز. what is the main idea of the passage، القطعة بتتكلم it's about cats. how long do cats live، cats live for 12 to 16 years، من 12 ل 16 سنة. do you like owning cats، why not،
هتفسر اجابتك لو ايوه ايوه ليه، ولو لا لا ليه. طبعا انا قلت yes because they are a source of happiness، لانها مصدر للايه للسعاده. The ground was wet of the rain. Wet is the antonym of عكس wet dry. To be is to be kept safe from being damaged، حاجة محفوظة من التدمير يبقى preserved. Happens when all the trees in an area are cut down، طبعا deforestation اللي هو قطع الأشجار. Africa, Europe and Asia or، طبعا الجملة دي مهمة جدا، أفريقيا وأوروبا وأسيا دولت continents. Continents يعني قارات، خدوا بالكم، لا islands ولا countries ولا cities. His parents were when he got bad marks، وحصل على درجات bad. ناخد بالنا هو الدرجات عاملة ايه عشان اختار على اساسها التعبير الفيلينج المشاعر بتاعته ايه. هو جاب درجات وحشة، يبقى الاب والام كانوا كروس. كروس يعني غاضبين زي angry كده. We get the adjective of renewable، هنختار ايه بي ال ايه. تعال نشوف سؤال التصحيح، مهم جدا وسهل جدا ان شاء الله. If she read many books she، اخلي بالي انا عندي قاعدة اف، طب انا عايز احدد هي الاولى ولا التانية، اروح للفعل اشوفه مضارع ولا ما. طب انا لقيت فعل ما بيتغيرش، read 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 هو نفس السبيلنج، طب هعمل ايه؟ ابص على الفعل، لو مفرد يبقى المفروض كان يبقى في اس، لو كان مضارع يبقى هو هنا ماضي، يبقى read هنا ماضي. يبقى if she read many books she would get، يبقى انا هنا حكمت على الفعل انه ماضي، يبقى جملة الشرط هتبقى would والمصدر يبقى would get. Hundreds of fossils of ancient whales were found، طبعا fossils جمع، وطبعا قال لي سنة 1902 ده ماضي، يبقى مبني للمجهول في الماضي. طبعا الحفريات حفظت مش حافظت نفسها، مش هتقدر تحفظ نفسها بنفسها، لا حفظت، يبقى الجملة مبنية للمجهول. انا قلت لكم حدد جملة المبني للمجهول على اساس ان الفعل ما يقدرش يقوم بالفعل. هتلاقي الفوسيلز الحفريات find وجدت، لا هتلاقيها مش منطقية، يبقى وجدت يبقى were found. Would you mind، طبعا mind بيجي ورا verb ing، would you mind helping me. Hagar not go await until، انا حددت القاعدة اللي هي until، بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام. طب انا اتحققت لي القاعدة، عندي until وعندي ماضي تام، يبقى ناقص لي ماضي بسيط منفي، يبقى didn't go. وناخد بالنا من قاعدة till و until بتيجي كتير جدا. Maher told us that he a new car the week before، ارجع before لاصلها، كانت last. last ده يعني ماضي، يبقى المضارع الماضي عندي يا اما هيدنه ماضي يا اما ماضي تام، يبقى باي هتبقى بوت صح او هاد بوت برضو صح، دي صح ودي صح. طبعا الباراجراف عندي لايف ان ذا فيوتشر جه في كذا محافظه، يعني اتكرر كتير في المحافظات، فنركز على الباراجراف ده. بالتوفيق، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو.